تكمل اليوم محاضرتنا في موضوع ضبط الجودة، يعتبر تحمل ومتانة الخرسانة مع الزمن اللي هو بتعرف بالدوريبيلتي اوف كونكريت، من أهم العوامل اللي بتساعد على الحفاظ على كفاءة وأمان المنشآت الخرسانية. أما بيجي مهندس يصمم أي خلطة خرسانية لأي مشروع بيعتمد على ثلاث متطلبات أساسية يجب أن تحققها هذه الخلطة الخرسانية. أول شرط تحقيق رتبة الخرسانة أو المقاومة المميزة للخرسانة اللي هي الـ FSU أو الـ Characteristic Strength. ليه يجب تحقيقها في هذه الخلطة؟ لأن بيتم تصميم المنشأ على أساس اختيار رتبة من رتب الخرسانة أو اللي هي بنسميها المقاومة المميزة للخرسانة. زي ما بينص الكود المصري لتنفيذ المنشآت الخرسانية، بتختلف رتب الخرسانة حسب نوعها. أول نوع طبعاً الخرسانة اللي هي الخرسانة العادية، ودي بتكون رتبتها تتراوح من 15 إلى 20 أو 25 ميجا باسكال، ودي طبعاً بتبقى خرسانة بدون حديد تسليح وبتستخدم في الأرضيات أو في الفرشات اللي بتبقى تحت قواعد الأساسات. النوع الثاني من أنواع الخرسانة اللي هو الخرسانة المسلحة، واللي بيتم تسليحها باستخدام حديد التسليح، ودي تتراوح الرتب بتاعتها من 25 إلى 60 ميجا باسكال. على أساس كل خمسة بيبقى فيه رتبة، بيبقى فيه عندنا رتبة 25، بعدها رتبة 30، ثم 35، 40، 45، 50، 55، 60. ليه بتتنوع هذه الرتب؟ بتتنوع هذه الرتب حسب اختيار المصمم، بيختار رتبة من هذه الأنواع تناسب الأحمال وتناسب المنشأ اللي هيتم تصميمه وتنفيذه على أساس يحقق هذه الرتبة. على سبيل المثال الأبنية التعليمية زي المدارس أو المنشآت التعليمية بتختار رتبة 25 ميجا باسكال. الكباري مثلا بيتم اختيار رتبة أعلى ممكن تصل إلى 35 أو 40 ميجا باسكال. كذلك الأنفاق بيتاخد فيها رتبة خرسانة عالية، حتى أعلى رتبة في رتب الخرسانة المسلحة اللي هي 60 ميجا باسكال. النوع الثالث من أنواع الخرسانة اللي هي الخرسانة سابقة الإجهاد اللي هي البريستريزد كونكريت، ودي بتتراوح الرتب فيها من 30 إلى 60 ميجا باسكال، وبرضو بيبقى كل رتبة بتفرق عن الثانية بحوالي 5 ميجا باسكال. فالشرط الأولاني اللي يجب تصميم الخلطة الخرسانية على أساسها اللي هو تحقيق رتبة الخرسانة اللي تم اختيارها لتناسب المشروع من حيث الأحمال اللي هتيجي عليه أو اللي هيتحملها وحجم المشروع. الشرط الثاني بيطلب المهندس من اللي هيصمم الخلطة الخرسانية إنها تحقق درجة تشغيلية مناسبة في الموقع أثناء صناعة الخرسانة. درجة التشغيل طبعا مهم، اللي هو زي ما موجود قدامنا دلوقتي، ان هي ممكن في حالة الخرسانة الطازجة بنحط درجة تشغيل القابلية للتشغيل اللي هي الوركابلتي والقوام الكونسنسنسي، وعدم حدوث نطح او انفصال حبيبي لمكونات خليط الخرسانة. فبيبقى يعني لو سمحت اللي بيحرك السلايد، فبيشترط تحقيق درجة تشغيل مناسبة للخرسانة بتناسب المعدات والأجهزة اللي بتستخدم في تنفيذ المنشأ الخرسانة. الشرط الثالث اللي بيطلب عشان
تصمم عليه خلطة خرسانة اللي هو durability أو تحمل ومتانة الخرسانة مع الزمن. وده في مفهومها البسيط إن الخرسانة تتحمل الظروف الضارة اللي ممكن تتعرض إليها، سواء في الظروف الجوية أو ظروف الأملاح أو الكيماويات الضارة اللي ممكن تتعرض إليها الخرسانة. ومن هنا ظهر مصطلح نوع من أنواع الخرسانة بنسميه الخرسانة عالية الأداء اللي هي الهاي بيرفورمانس كونكريت. الخرسانة عالية الأداء هي الخرسانة التي لها صفات وخصائص تسمح لها بالعمل في وسط ظروف معينة، غالبا هذه الظروف بتكون ظروف ضارة أو ظروف مناخية صعبة. وهذه الخصائص قد تتضمن حالة الخرسانة الطازجة مثل القابلية للتشغيل، قابلية تشغيل الخرسانة اللي هي الوركابيلتي أو درجة قوام الخرسانة الكونسستنسي، أو تجنب حدوث نطح أو انفصال حبيبي لمكونات خليط الخرسانة. إذا تم تصميم خلطة خرسانية يراعى في هذه العوامل المختلفة بنقول إن عليها خرسانة عالية الأداء. كذلك عشان نحقق خرسانة عالية الأداء تشمل خواص الخرسانة المتسلطة، زي أهم خواص الخرسانة المتسلطة المقاومة اللي هي مقاومة الضغط اللي هي بتتمثل في تحقيق رتبة الخرسانة المطلوبة. كما يوجد أنواع أخرى من المقاومة زي مقاومة البري، مقاومة الاحتكاك، مقاومة الخطش، مقاومة الانكماش، مقاومة الصقيع، يعني كل مقاومة أي نوع من أنواع العوامل الضارة. الخصائص دي ممكن تكون كلها متوفرة في الخلطة الخرسانية اللي بيتم تصميمها لتناسب الموقع وتناسب الظروف المحيطة بها، ولا يشترط أن تكون الخرسانة عالية الأداء عالية المقاومة. يعني في مصطلح جديد ظهر قدامنا دلوقتي اللي هو الخرسانة عالية المقاومة اللي هي الهاي استرينس كونكريت. الخرسانة عالية المقاومة هي الخرسانة اللي رتبتها بتكون أعلى من 60 ميجا باسكال، ممكن تتراوح مقاومة الضغط لها من 60 إلى 100 ميجا باسكال. ده في الحالة دي بنعتبرها هاي استرينس كونكريت أو بنقول عليها خرسانة عالية المقاومة. عشان نحقق الخرسانة عالية الأداء بيتطلب في صناعتها اختيار أنواع جيدة من مواد الخرسانة اللي هي الركام والأسمنت وماء الخلط والإضافات. وغالبا معظم الخلطات الخرسانة دلوقتي بيستخدم فيها أحد أنواع الإضافات، سواء الإضافات الكيميائية أو الإضافات المعدنية. الشرط الثاني دايما بنلجأ إلى تقليل نسبة ميم إلى سين أو تقليل كمية ماء الخلط في الخرسانة. وده يمكن أهم العيوب اللي بنجدها في الخرسانة التقليدية اللي بتستخدم في إقامة العمارات السكنية أو المنشآت العامة أو المنشآت الحكومية. غالبا بيستخدم خلاط العبوة الواحدة اللي هو خلاط النحلة. وبتجد من أهم أو أكثر عيوب هذه الخلطات الخرسانية زيادة كمية ماء الخلط. بيلجأ العمال أو المقاول لزيادة كمية ماء خلط الخرسانة لظروف بتساعده على سرعة إنجاز العمل وتوفير الجهد للعمال والمحافظة على حلة الخلط من التآكل نتيجة احتكاك مكونات الخرسانة. فتجد غالب الناس اللي بتستخدم خلاط العبوة الواحدة أو خلاط النحلة بيزود كمية ماء الخلط. كمية ماء الخلط طبعا لها ضرر كبير جدا على سواء مقاومة الخرسانة أو تحمل ومتانة الخرسانة مع الزمن. كل ما قللنا كمية ماء الخلط كل ما كان ده أفضل للخلطة الخرسانية.
ازاي نحل هذه المشكله؟ باستخدام الاضافات الكيميائيه او الاضافات المعدنيه اللي بتحسن من تشغيليه الخرسانه، وفي نفس الوقت ما بتفقدش الخرسانه نسبه من المقاومه او تحملها مع الدم. متانه الخرسانه او تحمل الخرسانه مع الزمن زي ما ذكرت دلوقتي بتعرف بقدره الخرسانه على تحملها للظروف الضاره وتحملها الظروف التي صممت من اجلها وتعمل في محيطها لفتره طويله من الزمن دون حدوث شروخ او تفتت بها. يعني مثلا لو احنا بنصمم منشا مائي زي خزانات المياه او حمامات السباحه او منشات الري، بيشترط في هذه المنشات المائيه انها تكون الخرسانه من النوع الغير منفذ للمي اللي بنسميها ووتر تايت كونكريت. لو هذه اللي بيتكلم يقفل المايك عنده، يبقى عشان اعمل منشأ مائي يشترط فيه من الدرجه الاولى اللي هو عدم منفذيته للماء، لان لو عملت خزان ميه او حمام سباحه وبعد ما جه اتملى بالمياه بدات المياه ترشح منه او تتسرب، يبقى المنشأ ما بيأديش الوظيفه التي صمم من اجلها. او مثلا في الارضيات الخرسانيه في مهابط الطائرات او في الطرق، بيشترط في الخرسانه ان هي تقاوم البري والاحتكاك اللي بينشا من حركه السيارات او وسائل النقل عليها، فبيبقى الاولويه ان الخرسانه دي تكون مقاومه للبري والاحتكاك. كما تعبر متانه الخرسانه او بنقول عليها المعبريه بصفة عامة عن تحمل الخرسانة للظروف الجوية أو البيئية المحيطة بها والتي قد تتعرض لها. ده تعريف، ده مهم بالنسبة لتعريف متانة الخرسانة. لو جينا نشوف بعض العيوب اللي بتظهر أو ظهرت في بعض المنشآت الخرسانية، اللي الصورة اللي قدامنا دي بتوضح عمود من الخرسانة المسلحة وضع عليه عيوب مختلفة. أول حاجة حدوث شروخ وتفتت لطبقة الغطاء الخرساني اللي هو الكفر. وضع عندكم في الصورة الشروخ في أجزاء مشرخة في العمود وفي أجزاء متساقطة. بتجد برضو على أحد جوانب الأعمدة ظهور مترسبات بيضاء، يعني بيحاول يعني يتداخل معاك بالنسبة لتغيير السلايدز لو سمحت، يعني اسمع المحاضرة وحاول تستفيد من المحاضرة. بنجد اللي ظهر على الصورة في الجزء دهون ظهور مترسبات بيضاء او بقع بيضاء، ده نتيجه لحدوث تفاعلات كيميائيه بين الاملاح الموجوده في الجو مع المكونات الاسمنتيه بتاعه الخرسانه. كذلك هتلاقي في اجزاء لونها غامق اللي هي برضو ده ناتجه من رشح الميه وتسرب الميه داخل الخرسانه، خاصه اذا كانت خرسانه مسلحه زي مثال الأعمدة دي، ممكن يحدث في صدأ لحديد التسليح ودي طبعا مشكلة كبيرة. هنجد الصورة دي بتوضح كمية الصدأ الموجودة في حديد التسليح لبلاطة سقف، واضح طبعا تساقط طبقة الغطاء الخرساني بالكامل اللي هو الكفر، وظهور حديد التسليح في صورة طبعا صعبة جدا في كمية تآكل نتيجة لصدأ حديد تسليح، لدرجة إن في أسياخ ممكن تتلاشى أجزاء منها. كمية الصدأ كبيرة الموجودة في الحديد. بنلاحظ كمان طريقة التنفيذ بتاعة البلاطة دي، حديد تسليح موجود فيها مش موجود مرصوص بصورة
منظمة، المسافات بين الشبكة الأسياخ غير منضبطة، وواضح أن هو في سوء مصنعية في استخدام الحديد. بنلاحظ كمان شكل الخرسان المستخدم، شكل بيدل أنها خرسانة ضعيفة جدا، ومن بداية صناعتها كانت الخرسانة دي عمرها الافتراضي هيكون بسيط جدا أو هيبقى قليل نتيجة لاستخدام مواد سواء ركام أو أسمنت أو زياد مية الخلط معيبة. وكذلك طريقة صناعة الخرسانة بالطرق اللي احنا قلنا عليها باستخدام خلاط النحلة وزيادة كمية الخلط بتؤدي إلى المشاكل اللي احنا شايفينها في الصورة قدامنا. صورة ثالثة، ده منشأ في منطقة ساحلية، واضح الموج بتاع البحر، وبرضه نتيجة لاستخدام خرسانة ضعيفة في سقف أحد الأبنية اللي هي موجودة على شاطئ البحر. بعد فترة زمنية طبعا حديد تسليح نتيجة للصدأ بيتآكل بصورة كبيرة جدا، وطبعا ده بلاطة لازم الحديد يكون موجود فيها لشيء إن اللي يتحمل عزوم الانحناء الموجودة على البلاطة. ونتيجة لضعف الخرسانة وصغر سمكة بلاطة السقف زي ما ظاهر قدامنا في الصورة، حصل في انهيار وتساقط لبلاطة سقف هذا المنشأ أو المبنى. الصورة دي بتوضح برضو عمود هون، واضح سوء مصنعية حديد تسليح المستخدم وحدوث سابق بحديد تسليح وضعف الخرسانة المستخدمة. وطبعا الحديد ده بيبان نتيجة تساقط طبقة الغطاء الخرساني أو الكفر. نفس الكلام برضه عمود واضح هون، سقوط طبقة الغطاء الخرساني أو الكفر في تآكل وصدأ حديد التسليح. لو اتكلمنا عن أسباب تلف الخرسانة وحدوث عيوب بها، بينتج عن أسباب لا إما داخلية أو أسباب خارجية internal causes أو external causes. بالنسبة للأسباب الداخلية اللي ترجع إلى نفس الخرسانة وسوء حالة مكونات الخرسانة ورغداء أنواعها، زي استخدام ركام بيحتوي على نسبة من الأملاح تؤدي إلى حدوث تفاعل القلوي للركام مع مكونات الأسمنت، أو استخدام أنواع رديئة من الأسمنت، أو حدوث صدأ بحديد التسليح. يبقى فيها ممكن يحدث تلف أو تدهور في حالة المنشآت الخرسانية نتيجة أسباب داخلية بترجع إلى مكونات الخرسانة في حد ذاتها، سواء الركام أو الأسمنت أو ماء الخلط أو صدأ حديد التسليح. بالنسبة للأسباب الخارجية، ودي اللي هو بتتعرض لها المنشآت الخرسانية، نمرة واحد العوامل الجوية مثل اختلاف درجات الحرارة بين الليل والنهار أو بين فصول السنة، سواء الصيف تبقى درجات حرارة عالية، الشتاء ممكن درجات برودة منخفضة أو تكون الصقيع اللي هو السلم، أو من العوامل الخارجية حدوث حريق في المنشأ الخرسان. ده كلها بنعتبرها عوامل جوية ممكن تؤثر على سلامة وأمانة المنشآت الخرسانية. النوع الثاني اللي هي العوامل الكيميائية، مثل تعرض الخرسانة للأملاح المختلفة في التربة مثلا أو في الماء الجوفية في الأرض اللي يكون موجود فيها الأساسات الخرسانية، بتحتوي المياه الجوفية أو التربة على نسب عالية من أملاح الكبريتات وأملاح الكلوريدات، وده أهم أو أخطر ملحين ممكن يأثروا على الخرسانة المسلحة. الكبريتات بتؤثر على الخرسانة الأسمنتية، والكلوريدات بتأثر على حديد التسليح. كذلك تعرض الخرسانة للزيوت أو الشحوم أو مياه المجاري الراقدة اللي بتتعفن، أو الرصاص، معدن الرصاص برضو بتتفاعل مع الخرسانة الأسمنتية، أو السكريات، أو طبعا ماء البحر بيأثر برضو.
تأثير كبير على أمان وسلامة المنشآت الخرسانية. النوع الثالث من العوامل اللي هي عوامل ميكانيكية مثل البري والاحتكاك الناشئ عن حركة وسائل المواصلات، أمواج البحر اللي بتأثر بقوة ضغط أو تأثير ميكانيكي على أرصفة المواني أو المنشآت اللي ممكن تكون موجودة على شواطئ البحار. الظاهرة الثانية النحر. النحر اللي هو ده بينشأ في الترع والمجاري المائية نتيجة سريان المياه، بيحدث تيارات ممكن تؤدي إلى حدوث نحر أو تآكل في الخرسانة اللي بتستخدم سواء في الكباري أو في منشآت الري المختلفة. ده بالنسبة للعوامل الخارجية اللي بتؤثر على سلامة المنشآت الخرسانية. لو اتكلمنا عن مقاومة العوامل الجوية، في ظاهرة الصقيع. ظاهرة الصقيع من أكثر العوامل الجوية ضررا على المنشآت الخرسانية، وده بتنشأ هذه الظاهرة أو تأثيرها بيكون واضح أكثر في الخلطة الخرسانية اللي بتحتوي على نسبة عالية من مية الخلط. بعد ما فترة من صب الخرسانة بتبدأ مياه الخلط بتاعة الخرسانة تستهلك في حماية الأسمنت، وفي جزء منها بيتبخر وبيترك مكانها فراغات داخل الكتلة الخرسانية. الفراغات دي إذا كانت الخرسانة غير محمية باستخدام أي نوع من أنواع الطبقات العازلة الرطوبة، بيسر أو بيسهل دخول المية الخارجية سواء مياه المطر أو المياه الجوفية داخل الخرسانة، فبتخش داخل الكتلة الخرسانية في تملى الفراغات الموجودة نتيجة تبخر المية، أو إذا كانت الفراغات دي موجودة من الأساس بين حبيبات الركام. عند انخفاض درجة حرارة الجو في المناطق الباردة خاصة اللي بتكون فيها الجليد، بتنخفض درجة الحرارة أقل من الصفر، فبتتجمد المية الموجودة في الفراغات داخل الخرسانة. معروف إن أما بتتجمد المية بيزيد حجم المية بنسبة تصل إلى 9% من الحجم الأساسي لها. يعني لو أنت جبت حجم معلوم من المية وجمدته، أما بتتجمد المية دي بيزيد الحجم بتاعها بنسبة تصل إلى حوالي 9% نتيجة التمدد. فالمية كانت في البداية بتملأ الفراغات، أما بتتجمد وتتحول لتلج بتسبب ضغط داخلي، ضغط هيدروليكي داخلي نتيجة تحول المية إلى تلج. عملية التجمد دي ونتيجة زيادة الحجم بتاعها بتؤدي إلى حدوث ضغط داخلي ممكن يؤدي إلى تشرخ الخرسانة وحدوث تشققات بها. كذلك عملية تكرار التجمد والذوبان ممكن يؤدي أيضا إلى حدوث تلف في الخرسانة. إزاي نقدر نعمل نعالج هذه الظاهرة؟ أول حاجة اختيار مواد جيدة للخرسانة من حيث التدرج عشان نقلل نسبة الفراغات جوه الخرسانة، استخدام كمية ماء خلط أقل ما يمكن، الاهتمام بعملية دمج الخرسانة أثناء بعد الصب لتقليل الفراغات، كذلك ممكن استخدام إضافات الهواء المحبوس اللي بتعمل فقاعات داخلية عشان تقلل أو تملأ الفراغات الداخلية. الظاهرة الثانية اللي هي ظاهرة تقطيع الخرسانة. تقطيع الخرسانة زي ما شفنا في العمود اللي عرضته الصورة الأولانية اللي هو ظهور المترسبات البيضاء أو البقع الغامقة، ده بنسميه عملية تقطيع للخرسانة. بينتج التقطيع لإما ظهور هذه المترسبات البيضاء على سطح الخرسانة، أو ممكن تظهر
بقع لونها بني ناتجة من صدأ حديد تسليح، وديا في حالة المنشآت اللي بتتعرض إلى صدأ حديد تسليح. مشكلة أكسيد الحديد اللي هو الصدأ إن هو بيذوب في المية، وعندما يذوب أكسيد الحديد في المية بيتسرب على سطح الخرسانة وبيترك بقع لونها بني نتيجة لصدأ حديد التسليح. النوع الآخر من البقع اللي هو بيبقى اللون أسود، وده غالبا بيبقى في المنشآت اللي ممكن تتعرض إلى الحرائق، وبالتالي بيترك لون أسود على سطح الخرسانة، ولكن ده ممكن يتم ممكن معالجته وإزالته بدون ما بيؤثر على كفاءة المنشأ. النوع الآخر من البقع اللي هي البقع الزيتية أو الشحوم، ودي بتظهر على الحوائط أو الأرضيات خاصة في مناطق المطابخ والمطاعم والمصانع والمطابع. ده برضو دي أنواع من أنواع البقع اللي بتظهر على سطح الخرسانة. العيب الثالث اللي هو التزهير. التزهير اللي هو ظهور مترصبات بيضاء على سطح الخرسانة، زي اللي هو المثال اللي احنا قلنا عليه بتاع العمود اللي هو عليه بقع او مترصبات بيضاء، ممكن نقول عليها تبقيع او تزهير. بتحدث غالبا في المنشآت المائية او المنشآت اللي بتتعرض الى ماء خارجي، سواء من تسرب المياه من المواسير او من المياه الارضية المياه الجوفية او من الامطار. المياه دي بتذيب هيدروكسيد الصوديوم. خلي بالكم يا شباب الايه مواضع الاسئله بتاعه الاختياري، يعني الميه اللي بتؤثر على المنشات الخرسانيه بتذيب ملح هيدروكسيد الصوديوم، مما يؤدي الى تفتت الخرسانه. عشان تمنع او تقلل هذه المترصات البيضاء، يجب ان تكون الخرسانه دي ووتر تايت او غير منفذه للمياه باستخدام المواد الجيده والاهتمام بصناعه الخرسانه. التفسير الظاهره اللي بعد كده اللي هي بنسميها ظاهرة التحول الكربوني للخرسانة أو عملية الكربونيشن، اللي هي بتنتج من تفاعل ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو في الظروف الرطبة مع هيدروكسيد الكالسيوم اللي هو ناتج من إماية الأسمنت، وبتتكون مركب جديد اللي هو مركب حمضي اللي هو كربونات الكالسيوم، اللي بتظهر على سطح الخرسانة في صورة التمليح أو البقع البيضاء اللي هي زي ما ظهرت في الصورة بتاعت العمود اللي عليه بقع بيضاء. ده بتنتج من تفاعل ثاني أكسيد الكربون موجود في الجو وفي ظروف الرطبة مع هيدروكسيد الكالسيوم اللي هو ناتج من إماية الأسمنت، مكونا ملح حمضي اللي هو كربونات الكالسيوم، اللي بتظهر في صورة تمليح أو بقع بيضاء على سطح الخرسانة. ده أهم العوامل اللي احنا استعرضناها بتؤثر على جودة الخرسانة، سواء العوامل الداخلية أو العوامل الخارجية. وممكن نستكمل بقية المحاضرة في السلايد، بنحاول انزلها لكم دلوقتي.